هذه إذن الصورة في الأسواق. ينضم إلينا من عمان سركيس شوبريان، محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي. أهلا بك سركيس. إذن أداء نص سنوي مميز في معظم الأسواق العالمية، أسهم، سلع، نفط، خلينا نحكي عن هذا النصف الأول من السنة، الأسباب الأساسية وأساسيات السوق التي أدت إلى ذلك. بالفعل شهدنا نصف سنة مميز جدا، وارتفعت فيه مؤشرات الأسهم، العقود الآجلة أيضا ارتفعت، وكذلك أسعار السلع بشكل عام. ثقة جدا في الأسواق المالية، وتوجه المتداولين نحو أسواق الأسهم والاستثمار أيضا بالسلع. بداية التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي وتحديدا الاقتصاديات العظمى في مثل الولايات المتحدة وأيضا منطقة اليورو وأيضا الصين، كلها تشير لاحتمالات نمو قوي جدا قد يكون أيضا قياسي. في فيتوقع الفدرالي الأمريكي أن نشهد نمو في الولايات المتحدة مقداره 7%، صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بواقع 6%. كل هذه الحقائق دفعت المتداولين نحو مزيد من التفاؤل وتوجهوا نحو أسواق الأسهم. تركنا عام 2020 وكل المشاكل الاقتصادية التي حصلت فيه إثر جائحة كورونا، وبعد ذلك بدأ المتداولون ينظرون إلى آمال استمرار التعافي الاقتصادي. ليس فقط التعافي الاقتصادي، بل أيضا نرى بأن البنوك المركزية العظمى حول العالم تقوم بتحفيزات مستمرة. الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة متدنية جدا بين 0.25%، وأيضا أن البنك المركزي الأوروبي حول 0% وغيره من البنوك المركزية أيضا. كل هذا يدعم الثقة والارتفاع في أسواق الأسهم والسلع كذلك. سركيس، هذا بالنسبة للنصف الأول من العام. نحن نترقب أيضا بيانات إعانات البطالة الأمريكية، وهناك توقعات بأن يكون هناك تراجع فيها ويكون شكلها إيجابي لسوق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. هل يعطينا هذا أي نوع من الطابع لما يمكن أن تكون عليه أو يكون عليه النصف الثاني من هذه السنة في الولايات المتحدة وفي العالم؟ أول شيء بالفعل الآن أصبحت أسواق الوظائف أو قطاع الوظائف في العالم كله وتحديدا في الولايات المتحدة ذو أهمية خاصة، لأن مستويات التضخم التي ارتفعت في الولايات المتحدة إلى 5%، وحتى مع بيانات اليوم اللي أظهرت انخفاض قليل في مستويات التضخم في أوروبا إلى 1.9، المتداولين ما زالوا قلقين من ارتفاعات التضخم وما قد يسببه من إجبار البنوك المركزية من تقليص برامج التحفيز. لكن باعتقادي البنك المركزي الأوروبي لن يستطيع حاليا تقليص هذه التحفيزات، وبذلك باعتقادي أنه ممكن نستمر في رؤية استمرار التعافي الاقتصادي. الآن هناك نقطة جوهرية خصوصا مع انتظارنا غدا لبيانات الوظائف الأمريكية. البيانات الإيجابية بشكل زائد عن الحد قد يتم اعتبارها إشارة إلى أن الفدرالي قد يبدأ بتقليص تحفيزاته من برامج شراء الأصول خلال الربع الرابع من هذه السنة. خليني أسألك، شكرا لك سركيس شوبريان، محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي، كنت معنا من عمان، أهلا وسهلا بك.